مرحبا متابعيني، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم راح نسوي محشي الملفوف او اللهانة او الكابج، كلش سهل، نباتي وطيب، والحبة مستوية، حبة الرز مستوية، باعوا المنظر رهيب، الطعم كلش طيب. نحتاج الى 3 روس او 3 حبات ملفوف صغيرة الحجم، اذا تستعملون كبار يصير 2. غليتهم بالمي هذا شكلهم، خليه يبردون زين. بعدين افتحهم. نحتاج الى رز مصري حبة قصيرة او اي نوعية رز، حبة قصيرة، جازمن، هو خاص مال المحاشي، يعني راح استعمل هاي النوعية كل الزينة. 3 كوابة من هذا، هاي القياس، 3 كوب من هذا النوعية. شوفوا الحبة شلون، شوفكم هيجي. نبدي راح انقعها نص ساعة، راح اخليها نص ساعة الى 3/4 ساعة منقعة، وبعدين اغسله هيجي. نبدي هسه برد الملفوف عندنا، نبدي نقطعه، نفصله شو ما يقولون. الحبات الكبار هيجي راح تصير 3 قطع، نطويها. ليش لازم نغليها وتستوي يعني هيجي لهالدرجة؟ هاي قطعة، وبعدين هاي تصير 2 لخة. العود اللي بالنص هذا نشيله، لأنه هو هذا يصعب اللف مالتنا، فنخليه على صفحة. شوفوا هاي هيك تكون أسهل باللف. هذا العود نخليه، راح نخليهم بالقاع مال الجدر بعدين، ما ذب كل شيء آني. هيك كل الزين 3 قطع صارت، هاي الكبار، الورق الكبار هيك، وهاي صارت 3. الصغيرة، الورق الصغير، نشيل بس العود اللي بالنص ونطويها هيجي. بس ردت اشوفكم يعني شلون اسويها اني احسن حتى تعرفون. هاي هيجي، شوفوا هاي 3 حبات او 3 روس لهانة سويتهم، وهذول راح نخليهم بالقاعية مع الجدر مثل ما قلنا. نبدي نغسل الرز ف3 مرات هيجي، ونصفيه من الماي، ونبدي حتى نبدي نحضر الحشوة. مهم انه كلش نغسله زين، يعني يروح شوية من النشا مالته حتى لا يصير كلش مو صحي. هنا عندنا شبت او دل او جبنت احنا نسميه بالعراق، تقدرون تخلون باقة كاملة، انا خليت نص باقة، الاولاد مو كلش يحبون طعمه. ومحضرة كراد قطعته راس واحد، او يعني باقة واحدة من الكراد. ما عندكم استعملوا بصل اخضر يصير، كراد، وهذا بقدونس، باقة كاملة من البقدونس، كلهم ثارمتهم محضرتهم. عصير ليمونتين ووحدة نارنج، هسه وقت النارنج، اذا ماكم ما متوفر مو مشكلة، عوضوها بالليمون يصير. وهنا ضفنا دبس رمان، 1/4 كوب من دبس الرمان هذا هيجي، ونضيف 3 ملاعق كبيرة من 7 بهارات، هذه 7 بهارات، لكل كوب ملعقة كبيرة. ومكان الملح راح اضيف ماجي خضرة، انتو مو شرط تحطون، خلوا ملح ملعقة كبيرة بس وحدة، انا لين ماجي خضرة راح اخلي 2.5 ملعقة مكان الملح، لانه نباتي. اذا باللحم لا تخلون، خلوا ملح عادي، والملح بكيفكم يعني، بس لا تخلون هالكمية. 1/2 كوب من الزيت، لانه هذا ما بي يعني نباتي، لازم نضيف. انا اضفت جريب سيد اويل، تقدرون تستعملون اي نوعية زيت يصير. 1/4 كوب من عصير طماطة علب، طيب كلش طعمه. وبعدين 2 ملعقة كبار من معجون الفلفل، معجون الفلفل بضاعة تركية متوفرة هنا بالأسواق العربية، أعتقد متوفرة بكل المكانات يعني، حتى بالدول الأوروبية، بالعراق، كل المكانات. 2 ملعقة كبار. وبعدين نخلي لبلبي أو حمص أو نخي أو قربانزو، هذه العلب المستوي، ماكو يكون مستوي، علب تقريبا 1.25 كوب. وراح أضيف 3 فص ثوم مهروس، لا اهرسهم. وهاي هسه راح نخلط، هي هاي الخلطه مالتنا. تبقى انتو اضافاتكم، حابين تضيفون اشياء اخرى
تقدرون تنقصون الزيتون بالحموضة بالملح بالما يعجبكم دبس رمان تشيلوه عادي يصير. حضرت عندنا الحشوة، هسه نبدي نلف. طريقة كلش سهلة، احنا من شلنا العود اللي بالنص تصير اسهل باللف. شوفوا رأسا لفت بيدنا هاي هيجي. طبعا الحافات ماكو داعي تطووها لان هي بالطبخ راح تنغلق، يعني ما يطلع الحشو برا، لا تخافون. اني ما طويتها هيجي، شوفوا هيجي. سوي وحدة لخ، سوي وحدة لخ، هاي وحدة ثانية، خليها هيجي بالطول احسن حتى ننقصها من الصفحات، نخلي من الحشوة كمية يعني معقولة حتى تصير رفيعة حلوة هيجي، ونلف. هذه ما راح نحتاج نقصها من الصفحات، شوفوا بدون طوي، هي راح من تنطبخ تنقفل من الصفحات وما يطلع الحشو. طبعا اسويهم كلهم واحدة ورا الأخرى، وهاي شوفوا الصغيرة سهلة. خلينا بصل وطماطه وثلاث فصوص اربع ثوم وزيت بالقاعيه، طبعا لازم زيت يعني بالقاعيه شويه هيجي، فد كميه قليله هيجي. نبدي نخلي هسه ورا ما خلينا الزيت، نخلي العضود مال الهانه او هذا العود مال الورق مال الهانه او الملفوف، احنا نقولها الهانه شو ما قلت، أصفها طبقة أخرى طيبة كلش، يعني هاي بالقاعية واحد يأكلها كلش طيبة صحية. رشة من الماجي، ماجي خضرة، نعدلها. نبدي نصف الملفوف المحشي هيجي، شوفوا كلها لازم تلتزمون بالمقادير والطريقة حتى تنجح عندكم هيجي. واحدة بصف اللخ، نضغط شوية بعدين نخلي طبقة أخرى، لازم تكون القدر مالتكم عميقة، الجدر احنا نسميها شوية عميقة، تقدرون تضعفون المقادير أو تقللوها، يصير نص هاي الكميات أو تضعفوها كلها هيجي صارت. راح اخليها بالثلاجة ليلة كاملة للصبح، هسه بالليل يمنا بعد اكثر كلش تتبل زين وايد. اجى الصبح وهسه عندنا ملعقتين كبار معجون طماطة، وهنا عصير ليمونة وحدة فرش، تقدرون زيدون الحامض اذا عجبكم كلش حامض يصير. راح نضيف ملعقة كبيرة من دبس الرمان، ونضيف زيت عادي مو زيت زيتون، زيت عادي ملعقة كبيرة هيجي. أضيف شوية مي على مود أحرك أذوب المعجون، لا تضيفون رأسا هواية حتى يذوب المعجون عندكم، مي عادي بدرجة حرارة الغرفة. كمية المي راح تكون كوبين ونص، لأن خلينا تقريبا نص كوب حامض ونارنج، فكمية المي لازم تكون كوبين ونص، هذه مو دولمة بيها خضرة حتى تنطينا مي. خليناها، راح نخلي صحن ثقيل، وابدي اضيف الكوبين ونص اللي سويناهم مال المي. تريدوها اكثر طرية ضيف سويهم ثلاثة يصير حابين، وراح اضيف صحن الاخ، اريد قد ما يكون اكو ثقل احسن حتى تطلع الحبة طويلة رفيعة ما تتفلش عندكم. راح اخليها على نار عالية تغلي اول نص ساعة، واضوق الملح والحامض اذا حابين اضيفون. شوفوا خليت الغطاء ونخليها على النار تغلي، نضوق نريد نزيد ملح حامض، بدأت تغلي عندنا، شفت تحتاج شوية ملح، ضفت ملح عادي. ساعة بالضبط تغلي، ساعة وربع على ما تحسون المي راح ينشف، على نار متوسطة، نار متوسطة مو عالية، أول بداية عالية على ما يغلي. المهم هسه نشف المي وطيت النار، راح أشيل الصحون، لازم أشيلها بهالخطوة. شلتها بس النار بعدها كلش واطي، فد ربع ساعة اللخ
تتهدر. شوفوا نار واطية، خلاص أطفي النار بعدين. وهذه قلبتها، شوفوا ماكو مي بس الحبة مستوية 100%، وطعم فتشي فتشي، باعوا لونها من دبس الرمان، باعوا من جوا كلش مستوية. شوفوا اللون من دبس الرمان، الله الله الله، بداعة بداعة. جربوها، إن شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسون تسووا لي لايك إذا عجبكم الفيديو، وامشوا على الخطوات مع الفيديو. إن شاء الله أشوفكم فيديوهات جديدة. هذا مطبخ ليندا، مع السلامة.